عليكم ورحمة الله وبركاته. ده حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايبي ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ مع بعض، نشوف هنعمل حبايب قلبي حاجه مغذيه جدا جدا للقلب، جميله جدا حبايب قلبي، خفيفه من الاكلات الخفيفه جدا ان شاء الله باذن الله بكل سهوله ويسر نعملوها مع بعض، نخش المطبخ مع بعض نعملوها. وتجربوا الطريقه بتاعتي دي حبايب قلبي، وتقولوا لي في الكومنتات اذا كانت عجبتكم ولا لا، وان شاء الله تعجبكم الفيديو. نقول اعجبكم، لو الفيديو عجبكم حطوا لايك، فعلوا زر الجرس، اللي مشتركش في القناه اشترك عشان يوصل مني كل جديد. صلى على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. صباح الورد والفل والياسمين عليكم يا حبايب قلبي. ان شاء الله باذن الله النهارده جايين هنعمل وصفه جميله جدا 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 ومغذيه. بس قبل ما نخش في مكونات الوصفه بتاعتنا حبايب قلبي، نستشهد اخواتنا في غزه وفلسطين وفي رفح نتالا منظره وايب، ربنا يشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم واموات اموات المسلمين اجمعين، يجعل نصرهم قريب ان شاء الله، نصر عزيز المقتدر يتعجب منه اهل السماء والارض. اللهم امين يا رب العالمين، يطعمهم من جوع، امنهم من خوف، يرحمهم من اللي هم فيه حبايب قلبي، ويجعل نصرهم قريب ان شاء الله باذن الله، ينصرهم على من يعاديهم، نصر عزيز المقتدر. اللهم امين يا رب العالمين. ندعي لهم خالص الدعاء حبايب قلبي كده بظهر الغيب ان شاء الله باذن الله، ربنا يستجيب مننا ومنكم المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي النهارده جايين مع بعض هنعمل ايه؟ هنعمل اكله مغذيه جدا جدا جدا، اللي هي ايه حبايب قلبي؟ الكوسه. هنطبخ كوسه حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، حاجه كده بتبقى تحفه بجد. معايا ايه حبايب قلبي؟ المقدار اللي انت بقى عايزاه، ده انا معايا ده بتاع ربع كيلو كوسه، تمام كده، عشان عندي اللي بياكلها وعندي اللي ما بياكلهاش، تمام حبايب قلبي. مع ان هي مغذيه جدا جدا للقلب ومفيده جدا، فيها حاجات كتير مفيده، تمام. معانا لحمه بلدي حبايب قلبي غسلتها وزي ما انتم شايفين كده، وطماطم ضربتها في الخلاط، ومعايا بصلتين هنخرط ان شاء الله باذن الله حبايب قلبي البصلتين، وهنبدا نعمل التدويره بتاعت الكوسه. وبعد كده كل حاجه سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو حبايب قلبي حطوا اللايك، لو واشتركوا في القناه اللي ما اشتركش في القناه، وفعلوا زر الجرس اللي ما فعلش زر الجرس يفعل عشان يوصلوا مني كل جديد. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا لي اللايك، لايكاتكم جميله تشجعني عشان اعمل لكم كل جديد، تمام كده. معانا الحله حبايب قلبي باذن الله، هبدا اخرط البصل، اخرط البصل حبايب قلبي وارجع معاكم تاني، خليكم معايا. بس حبايب قلبي كده احنا خرطنا البصل، حطيت عليه حبه ملح، حبه فلفل اسمر صغيرين، وحطينا السمنه بتاعتنا حبايب قلبي، نقلبه بقى. واول ما تبدا تصفر معانا هنعمل ايه حبايب قلبي؟ هنحط اللحمه زي ما احنا متعودين مع بعض. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، تمام كده. كل خطوه ان شاء الله هتبقوا معايا فيها واحده واحده، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. بس هي بتبقى اكله من الاكلات الخفيفه وبتبقى جميله جدا. ان شاء الله هنعمل جنب منها حبه رز حبايب قلبي بالشعريه، بس الاول نخلص بس ايه الطبيخ بتاعنا، وبعد كده نخش على الرز ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، خليكم معايا. بس حبايب قلبي كده البصل يعتبر ايه دبلت معانا، تمام كده زي ما انتم شايفين كده، ما اتحمرتش، لا هي مجرد ان هي دبلت حبايب قلبي كده. على فكره بتخلي الاكله تبقى مسكره، تمام، لما بتبقى البصله لسه يعني ولا متحمره خالص ولا نيه زي ما انتم شايفين كده. هنسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط ايه حبايب قلبي اللحمه بتاعتنا كده، نغسلها حبه فلفل اسمر ونقلب كله على بعضه كده كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله كده حبايب قلبي. مجرد بس ان هي اللحمه تنزل الميه بتاعتها وتشربها، هروح حاطلها بقى الصلصه بتاعتها، وهتبقوا معايا واحده واحده، خليكم معايا. بس حبايبي كده اللحمه ما نزلتش ميه كتير، تمام كده. كده ان شاء الله باذن الله هنعمل ايه؟ هنفضي بقى الصلصه كده، وهسيبها حبايب قلبي على النار لما احس ان هي اللحمه استوت كده ان شاء الله باذن الله. هوريها لكم لما تستوي حبايب قلبي، قبل ما نحط كمان الكوسه، تمام كده. يا رب ان شاء الله الطريقه بتاعتي تعجبكم وتجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده بدات تغلي اهو، تمام. هي بتغلي اول ما كده. بص حبايب قلبي برده نصيحه، لو عايزه تزوديها ميه حبايب قلبي وميه ساقعه بعد ما تحطي الصلصه على طول، روحي مزوداها ميه زي ما انا بعمل كده،
تمام، بتغلي بقى مع بعضيها يا حبايب قلبي، وما بت ايه وما بنحطلهاش ميه ساقعه. عايزه تكملي انت تحطي ميه سخنه بعد كده، لو اللحمه لسه ما استوتش بتزودي ميه سخنه، لو اللحمه استوت بحبه الميه اللي انت حطيتيهم مع الصلصه يبقى كده الدنيا تمام. وكده خلاص حبايب قلبي، كده ان شاء الله حوطي عليها وهسيبها بقى تستوي على نار هاديه، ولما نيجي نحط ان شاء الله الكوسه هتبقوا معايا واحده واحده. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله، وينول كل من نفسه فيه، يدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله. ما تنسينيش في اللايكات الجميله حبايب قلبي بتاعتكم، خليكم معايا حبايب. رجعت معاكم بعد اللحمه ما استوت زي ما انتم شايفين كده، اتسبكت كده وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه كده روعه. ان شاء الله هنعمل ايه، هنفضي بقى الكوسه بتاعتنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اللي بصور حبايب قلبي فمش قادره ايه، شغاله بايد واحده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا الكوسه من الحاجات اللي مش بتغير في السوى وبتنزل ميه، تمام. فاحنا كده ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كده مش هحط لها حبايب قلبي الملح بتاعها غير لما احس ان الكوسه كمان استوت، تمام كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله هو اكبر. ربنا حبايب قلبي يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب ان شاء الله. الطريقه بتاعتي تجربوها وتطلع معاك احسن ما انا ما عملت. بس حقيقه حبايب قلبي من الحاجات المغذيه جدا جدا للقلب ومفيده حبايب قلبي، مفيده في حاجات كتير. ربنا يصلح حالنا جميعا ان شاء الله. والكوسه في كل حالاتها حبايب قلبي بتبقى طعمها جميل، عملتيها صينيه بتبقى طعمها حلو، وعملتيها محشي بتبقى جميله جدا برضو. الطريقه ديت الله يرحمه والدي كان بيحب الكوسه كده، الله يرحمه ويسامحه ويجعل مثواه الجنه وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسينيش حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم تعملوا له شير، تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، وتذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل مني كل جديد. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.